بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا بيكم. ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات ذا ستار تريك لاب. ده الفيديو رقم 11. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي، كنا بنتكلم عن ان احنا عايزين نعمل حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوف فايلز، يعني عايزين نعمل تصنيف الملفات. وقلنا حكايه عمليه تصنيف الملفات دي ان انا اقدر ان انا لو عندي ملفات انا هعمل فايل سيرفر، تمام. وقلنا الفايل سيرفر ده عباره عن مكان مركزي بخلي كل اليوزرات في الشبكه عندي تحط حاجاتها المهمه عليه. الكلاسيفيكيشن ده اللي هي طريقه ان انا اقدر الملفات اللي محطوطه على الفايل سيرفر ده اقدر ان انا اصنفها، يعني زي احط عليها تيكت كده. مثلا الاي تي ملفات احط عليها تيكت، ملفات الاتش ار احط عليها تيكت. فقلنا كنا شرحنا ده الفيديوين اللي فاتوا. الفيديو اللي قبل ده او اللي فات على طول كنا عايزين نعمل حاجه اسمها توب سيكريت. يعني ايه؟ يعني كانت الرسمه دي كده اهو يا جماعه. عايزين ان احنا اي ملف تكست وورد فايل ايا كان، الملفات دي كلها لو جواها كلمه توب سيكريت يبقى الفايل سيرفر يحط عليها تيكت انها توب سيكريت، تمام. وقلنا حته التصنيف في الفايل سيرفر، يعني يا جماعه حته تصنيف الملفات دي اوبشن في الفايل سيرفر. التصنيف الملفات بيتم على فايل سيرفر عن طريق حاجتين، حاجه اسمها كونتنت كلاسيفاير وحاجه اسمها فولدر كلاسيفاير. الكونتنت كلاسيفاير دي يعني ايه؟ يعني بقول لو سمحت على المثال بتاعنا، لو لقيت كلمة top secret في محتوى اي ملف من الملفات اللي عندك دي على الفايل سيرفر علمها على طول انها top secret. دي الكونتنت كلاسيفاير. الفولدر كلاسيفاير عكسه خالص. الفولدر كلاسيفاير انا بعمل فولدر وبسميه توب سيكريت واقول له لو سمحت اي ملف جوه الفولدر ده حط عليه تيكت ان هو سر للغايه او توب سيكريت، تمام كده. فعملنا التصنيف ده. وقلنا التصنيف له فوائد كتير. اولا تصنيف ان انا اقدر لما اجي اسيرش على الملفات ادور او اجي ادور عن فتح عليها بطريقه اسرع، واقدر ان انا كمان ان انا اطلع بها تقارير من الفايل سيرفر، واقدر كمان ان انا عن طريق تصنيف الملفات دي اتحكم زي ما كنا في الفيديو اللي فات قلنا او ان شاء الله هنعمل ان الملفات السر للغايه دي مثلا ناس معينه اللي تخش عليها. فده برضو حاجه من اسباب فكره ليه لازم اصنف الملفات. المهم خلاص عملنا التصنيف سر للغايه، وبعدين عملنا رول او قاعده ان لو لقى كلمه توب سيكريت في محتوى الملفات يحط او يعلمه توب سيكريت، وقلنا دي اسمها كونتنت كلاسيفاير. خلصنا كده نعمل بقى حاجه ثانيه في الفايل سيرفر اسمها تاسك، او نعمل تاسك في الفايل سيرفر. ايه هي؟ ان اي ملف توب سيكريت او سر للغايه يتشفر، تمام، ويتشفر وناس معينه تقدر تشوف التشفير ده وتفكه. طيب ده هيتم ازاي؟ هنعمل تاسك في الفايل سيرفر تشفر الملفات. طيب دي سهله، مين اللي هيقدر يخش عليه؟ يوزرات في الاكتف دايركتوري. طب كويس قوي، هل الفايل سيرفر هيعمل الكلام ده؟ لا، اللي هيعمل الكلام ده حاجه اسمها اكتف دايركتوري رايت مانجمنت سيرفيس. يعني ايه؟ دي خاصيه معينه بنضيفها على السيرفر بتسمح لي ان انا اتحكم في الدخول على الملفات بتاعه الوورد او الاكسل او الباوربوينت وتشفرها. يعني هو يبقى مسؤول ان هو يشفر الملفات وانه يسمح لك ان انت تدخل على الملفات دي. وطبعا الار ام اس ده مش وظيفته بس ان هو يشفر الملفات ويسمح لناس معينه تخش على ملفات معينه في الاوفيس عموما، هي دي وظيفته. لا، ممكن كمان ان هو مثلا ايه، تقول له انا عايز مثلا خلي ناس معينه تطبع ملفات بس، اكسل بس تطبع بس، عايز ناس تشوف الملف بس، عايز ناس تكوبي الملف بس، كل ده عن طريق الار ام اس. فكنا عملنا الكلام ده اللاب اللي فات وشرحناه ازاي. نيجي بعد كده لحاجه اسمها ديستريبيوتد فايل سيستم، تمام. ايه الديستريبيوتد فايل سيستم؟ قلنا ان احنا هنعمل فايل سيرفر تحط الناس حاجتها عليه. طيب انا عايز طريقه اعملها بحيث انه لو الفايل سيرفر ده وقع الناس ما تعطلش يقدروا يشتغلوا، تمام كده. طيب الحكايه دي هتتم ازاي؟ هيبقى عندي اتنين فايل سيرفر، والاتنين دول عليهم نفس الملفات، تمام، بل بالعكس كمان بيتم حاجه اسمها ريبليكيشن ما بينهم. يعني فايل سيرفر رقم واحد مثلا ده عليه ملفات بتاعت الناس كلها، تمام كده، الناس تشتغل عليه وتحط عليه حاجاتها وتعمل كل حاجه، وبعد كده تتاخد الملفات الفايل سيرفر واحد دي تاخد منها نسخه طبق الاصل تروح على فايل سيرفر رقم اتنين. يبقى كده انا ضمنت ان في عندي سيرفرين عليهم حاجه الناس ومتابديته لحد اخر لحظه. طيب الكلام ده هيتم ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ديستريبيوتد فايل سيستم. طيب ايه الديستريبيوتد فايل سيستم؟ كنا شرحنا الديستريبيوتد فايل سيستم في الاول، خلينا اقول لكم عليه. بس خلينا الاول نفتكر مع بعض انه ان احنا عندنا ادي الفايل سيرفر اهو، هنعمل فولدر، تمام، جواه اسمه داتا كيوب او مكعب المعلومات، وجوه الفولدر ده هيتحط السفن او الفروع، فولدر للفروع والفرع الرئيسي، وكل واحد من الفروع هيتحط تحتيه فولدرات للاقسام اللي في الفرع ده، تمام كده. ده الشكل الطبيعي، خدوا بالكم الحته دي عملناها خلاص كده، وقلنا كل سفينه لا تعتبر الفروع اهي. طيب
هنبتدي بقى نعمل موضوع ديستريبيوتد فايل سيستم ده. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنسطب حاجه اسمها دي اف اس دومين نيمينج سبيس، تمام، وهنسطب حاجه اسمها دي اف اس ريبليكيشن. خليكم معايا في الاثنين دول، تمام. هنبتدي نشتغل على حاجه اسمها دي اف اس او ديستريبيوتد فايل سيستم نيمينج سبيس. ايه بقى الحكايه دي؟ باختصار شديد جدا هنجيب فولدر وهنسميه ديبس او ديبارتمنتس شيرز مثلا، وبعدين هنشيره. طيب واحد يقول لي طيب الموضوع كده ما فيهوش اي مشكله، انت كده دلوقتي مشاير الملف كويس قوي. احنا عامه لما بنشير ملف ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ انا جيت مثلا دلوقتي على الفايل سيرفر اسمه مثلا اكس، تمام كده، وشيرت عليه فولدر اسمه واي، تمام كده مثلا يعني. فانا عشان اخلي الناس تدخل على الفولدر المتشير ده يا جماعه بقول لكم ايه، اللي عايز يخش على الفولدر اللي اسمه واي هتكتب اكس سلاش واي، تمام، هتكتب دبل سلاش اكس سلاش واي، يعني هتكتب اسم السيرفر وبعدين اسم الفولدر اللي انا مشيره، تمام كده. ده طريقه الشير العاديه. بس في الدي اف اس نيمينج سبيس احنا بنشير، مش بنحط اسم السيرفر، بنحط اسم الدومين، اسم الدومين وبعدين الفولدر اللي انا مشيره. طيب الكلام ده هيفيدني بايه؟ هقول لك بيفيدني بايه. المهم خلينا ماشيين مع بعض. عملنا الفولدر وشيرناه على الدومين مش باسم الفايل سيرفر، تمام. جوه الفولدر اللي شيرناه ده هنعمل فولدر كمان، هنحط جواه فولدر، حلو كده. والفولدر ده هيشاور على الملفات اللي هي داتا كيوب اللي احنا قلنا عليها في الاول ده، تمام كده. يعني دلوقتي هنعمل فولدر هيشاور على الداتا كيوب ده، تمام كده. يعني باختصار زي ما بنقول هنعمل فولدر يشاور على الملفات دي. طيب يعني ايه؟ اعتبر ان الفولدر ده بوابه او شورت كات للداتا كيوب. الفولدر بتاع الداتا كيوب ده عباره عن بوابه بس، وهعرفكم ليه احنا عاملين كده. يعني ليه مثلا ما شيرناش ده على طول؟ ليه عملنا حكايه حته الدي اف اس نيمينج سبيس دي وشيرنا فولدر وعملناه بالدومين؟ ليه ما عملناهوش بالطريقه العاديه بتاعتنا اللي هي مثلا الفولدر ده على السيرفر الفلاني اشيره ويبقى عايز اخش عليه احط اسم السيرفر وبعدين اسم الفولدر؟ ليه ما عملناش كده؟ هقول لكم. المهم الحاجه دي هتتحط على سيرفرين. يعني بصوا كده يا جماعه، هنيجي هنا اهو كده، اهو لما نيجي كده اهو كده هنعمل سيرفرين. هيبقى عندنا واحد اسمه ستار كوم لارس 01 وستار كوم لارس 02. هنا الفولدرات نسخه تبقى الاصل من بعض، ولو اشتغلت حاجه هنا مثلا على سبيل المثال في الفولدر ده هتتاخد منها نسخه وتروح تتابديت او يتعمل لها تحديث على الفولدر في نفس السيرفر الناحيه الثانيه. كيف كده انا ضامن ان كل حاجه هنا هتبقى نسخه تبقى الاصل هناك وفي اي وقت. يعني انا اشتغلت الساعه 12 الحاجه هناك برضه تبقى ابديت لحد الساعه 12 عن طريق حاجه اسمها دي اف اس ريبليكيشن. طب كويس قوي. جينا دلوقتي مثلا السيرفر ده وقع. طب حلو قوي، ايه اللي هيحصل؟ السيرفر ده وقع، مفيش مشكله خالص، الناس هتكمل وتشتغل عادي على السيرفر التاني. طيب ايه اللي يخلي العمليه دي ممكنه؟ خدوا بالكم ان دلوقتي ان انا مشير فولدر معين، تمام، الفولدر ده عباره عن شورت كات بيشاور على مكان تاني، فهو ده اللي ظهر للناس. يعني الفولدر ده مش هو اللي ظهر للناس، اللي ظهر هو الفولدر المتشاير ده، تمام كده. فلما يقع ده مفيش مشكلة، الشير لازال موجود. انا باختصار هروح رايح على الشير ده اقول له لو سمحت بدل ما تشاور هنا شاور لي هنا، بدل ما تشاور على فولدر سيرفر واحد شاور على سيرفر اتنين. فكده ده مش هيقع، الفولدر ده مش هيقع، تمام. انما في حالة الفايل شير العادي، لا، الفايل شير العادي لو انا مشاير عادي مثلا ملفات على السيرفر ده وده وقع خلاص مش هينفع، مش هعرف ادخله، لانه زي ما بنقول الفولدر ده متشاير بناء على اسم السيرفر وبعدين اسم الفولدر. انما الدي اف اس نيمينج سبيس ده متشاير بناء على الدومين وبعدين فولدر متشاير وبعدين ده عباره عن بوابه او شورت كات لحاجه تانية. فده لا يمكن يقع. انت الدومين عندك هيقع؟ الدومين يقع لما الدومين كنترولر يقع، والدومين كنترولر انت عندك منه اتنين، فعمر ما الدومين هيقع ابدا. الاسهل ان الفايل سيرفر ممكن يقع، انما الدومين صعب قوي انه يقع، تمام. فخلاص هنعمل الكلام ده، وده يعتبر بوابه هيشاور على ده. خلاص كده بقى عندنا حاجتنا كلها متظبطه وتمام التمام. طيب عايز بقى دلوقتي خلي الناس تدخل على الفولدر ده، هعمل ايه؟ انا قلت ان انا مشاير الفولدر ده وده شورت كات يدخلني على، او اختصار يدخلني على ده. هاخد الفولدر ده واروح عامله حاجه اسمها نتورك مابد درايف، تمام، هخليه يظهر للناس عن طريق كده. الراجل يفتح يلاقي بارتيشن كده، تمام، البارتيشن ده بيشاور على الفولدر اللي فوق، تمام كده. البارتيشن ده بيشاور على فين؟ على الفولدر اللي فوق. طب واحد يقول لي الفولدر ده هيشاور على، احنا قلنا الفولدر ده هيشاور على مين؟ على الداتا كيوب اللي فوق ده، والداتا كيوب ده جواه كل الاقسام وكل الفروع، تمام، الفرع الرئيسي و و و و و.
طب ازاي انا اضمن، ازاي انا اضمن انه مثلا على سبيل المثال الراجل اهو مثلا اللي اسمه جيمس كيرك ده، مثلا جيمس كيرك ظهر له الديبارتمنت شير ده، مش عايزه الراجل ده مثلا في فرع دمياط، واحنا قلنا الفولدر ده هيبص على الكل، الشير ده هيبص على الكل، ازاي اخليه اضمن انه هو يشوف حاجه دمياط بس؟ عن طريق حاجه اسمها اكسس بيز انيوميريشن. يعني ايه اكسس بيز انيوميريشن؟ لما بتحط، انا ممكن اجي دلوقتي اروح رايح كده اهو مثلا، اروح حاطط على كولومبيا ده اقول له مثلا ريد، تمام، ان انا عايز بس بتوع كولومبيا او السفينه كولومبيا او بتوع دمياط يقروا بس الفولدر ده، تمام. فمسافه ما حطيت ريد على الفولدر ده، اي فولدرات تانية ما لهاش علاقه او اي فولدرات تانية انا مش حاطط عليها بيرميشن، يعني على سبيل المثال فرع دمياط حاطط عليه ريد مثلا للناس اللي في دمياط، تمام، فرع رشيد انا مش حاطط عليه حاجه، فبالتالي الفولدر بتاع فرع رشيد هيختفي. يعني باختصار شديد جدا ايه اللي هيجرى يا جماعه؟ عن طريق الاكسس بيزد انيوميريشن الراجل بتاع دمياط هيفتح الفولدر ده هيلاقي حاجه دمياط بس، رغم ان احنا قلنا واكدنا على انه الديبارتمنت شير ده الفولدر ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على كل الملفات على الداتا كيوب، بيشاور عليهم كلهم، تمام. عن طريق حاجه اسمها اكسس بيزد انيوميريشن، تمام. طيب هنعمل النتورك ماب درايف دي ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها نتورك او عن طريق جروب بولسي، حاجه اسمها ماب جروب بولسي. فهنعمل ده وهنظبط الليله دي بحيث ان الناس تشوف الفولدر ده، تمام كده. طيب ده كل ده شرحناه برضو المره اللي فاتت، عملنا الديستريبيوتد فايل سيستم ده ظبطناه وعملناه وعملنا الديبارتمنتس وقلنا وظبطنا كل حاجه. هنيجي بس لحته المابنج او جروب بولسي اللي هنناقشه في اللاب ده، حته ازاي نعمل او الفيديو ده ازاي نعمل الجروب بولسي دي اللي هي هتعمل لي الفولدر بتاع الديبارتمنت شيرز، تمام. هنشوف الحكايه دي بتتعمل ازاي عن طريق الفيديو ده، فخليكم معايا نجرب كده اهو. نيجي كده، تمام، نيجي كده كمان كمان اهو، نيجي بقى كده اهو اهو، نيجي كده كمان، معلش يا جماعه، نيجي كده اهو، نيجي اهو كمان، نيجي كده اهو كمان. طيب نبتدي اهو، هنيجي دلوقتي وبعدين نعمل ايه؟ هنفتح جروب بوليسي اسمها مابنج، جروب بوليسي اسمها مابنج، ودي هنقول له لو سمحت انا عايزك تشاور لي على الفولدر اللي انا مشيره اللي هو اسمه تحت اسم ستار تريك دوت لوكال سلاش ديبس، تمام كده. هنيجي دلوقتي في الويندوز سيتنج في حاجه اسمها درايفر مابس، وعندنا كذا حاجه من اللابات دي عشان كانت في اللابات السابقه، فهدلت كل دول واخلي واحده بس، خلينا بس كده نشوفها. طبعا معلش يا جماعه انا جريت الفيديو شويه، كان في شويه حاجات عايز اعملها، المهم هوريكم الموضوع ده هيتعمل ازاي. المهم هنعمل نفتح المابنج جروب بولسي وبعدين هنعمل جروب بولسي او مابنج جروب بولسي، هنقول له لو سمحت انا عايز اللي اسمه ستار تريك دوت لوكال ديبس ده اللوكيشن ده او الشير ده عايزك تطلعه لي نتورك ماب درايف، تمام، وتسميه ام، ومين اللي يدخل عليه؟ ناس معينه، انا عايز كل الناس اللي في الدومين يخشوا على الشير ده. طيب ايه الجروب اللي تعمل لي الكلام ده؟ افتكروا ان انا عملت حاجه اسمها اول سبيشيز، ستار كوم اول سبيشيز، دي جروب في الاكتف دايركتوري فيها كل الناس اللي عندي في الدومين، سواء الفروع الرئيسيه الفرع الرئيسي او الفروع، تمام. في حاجه اسمها دومين يوزرز، قلنا دي جروب في الاكتف دايركتوري باي ديفولت، انت اول ما تسطب الاكتف دايركتوري دي بيحط فيها كل اليوزرات اللي في الدومين. في حاجه اسمها اوثنتيكيتد يوزرز، برده دي جروب في الاكتف دايركتوري، الاكتف دايركتوري بيحط كل اليوزرز اللي قدروا يخشوا على الدومين بباسورد مظبوطه ويوزر مظبوط، تمام. فاختار بقى اي جروب انت عايزها عشان تخليها تظهر لها الشير ده. بس انا هعمل ايه؟ انا هعمل جروب جديده واسميها دي اف اس شير، تمام كده، واحط جواها كل الناس، احط جواها كل الناس، تمام كده. ده اللي هنعمله. ممكن كنت اعمل الستار كوم اول سبيشيز وخلاص، تمام، بس انا يعني عشان ابقى دقيق يعني. المهم هنقول له ابلاي وانس، يعني اعملها مره واحده، وايتم تارجت ليفرايزنج دي يعني هتعملها او هتظهر الفولدر ده او هتظهر الشير ده لمين؟ لناس معينه. يا جماعه طبعا دي دوكيومنتيشن انا كنت استعملتها في حته ان انا ازاي اعمل جروب بولسي تطلع لي دي اف اس نيمينج سبيس او تعمل مابنج للدي اف اس نيمينج سبيس، تمام.
وهو هنا بيستغل انه الشير معمول باسم الدومين، فاسم الدومين عمره ما هيقع، لان انت عندك مثلا سيرفرين ثلاثه دومين كنترولر، والدومين كنترولر السيت اب بتاعه سهل وما فيهوش مشكله، انما لو فايل سيرفر وقع السيت اب بتاعه صعب ولازم تقعد تعيد بقى بيرميشنز وليله قصه، انما الـ انما الـ الفالس انما الدومين كنترولر سهل. فهنيجي دلوقتي على المابينج جروب بوليسي، او كمان هنعمل ايه بقى قبل ما نروح على المابينج جروب بوليسي، هنروح على الاكتف دايركتوري ونعمل جروب بنسميها دي اف اس شير، تمام، وهحط جواها كل اليوزرز بتوعي، تمام كده، اللي في الدومين، وهاخد الجروب دي اقول له في المابينج جروب بوليسي لو سمحت اي حد في جروب اللي اسمها ستار كوم دي اف اس شير طلع له الشير ده، تمام. هنعملها دلوقتي اهو، وهعمل طريقه بسيطه قوي، هقول له ستار كوم دي اف اس شير وهحط جواها جروب فيها كل اليوزرات كلها اللي في الدومين. يعني انا ممكن اعمل جروب ده وبعدين اضيف اليوزرز كلها واحد واحد، او ان في اوريدي جروب عندي جاهزه فيها كل اليوزرات فهاخدها تبقى عضو من الجروب دي. طب ليه اللفه دي؟ انا معلش يعني خليكم معايا فيها، يعني انا بحب ابقى منظم. خلاص ستار كوم دي اف اس، تمام كده، شير، اوكي، وبعدين دي هنحط جواها كل اليوزرات عندي اللي في الدومين كله، فروع رئيسيه وغير فروع رئيسيه. بس بدل ما اضيف اليوزرات واحد واحد او اسلكتهم كلهم واختارهم، لا، انا عندي اوريدي في مجموعه اسمها ستار كوم اول سبيشيز، الجروب دي فيها كل اليوزرات اللي عندي في الفرع الرئيسي والفروع العاديه، فاقول له اد خليك ده عضو من الجروب دي، او حط فيه جواه الجروب دي اللي هي ستار كوم اول سبيشيز، تمام كده. ممكن اكتبها بايدي ستار كوم underscore all species. اوكي. وبعدين apply اوكي. وبعدين نروح بقى على المابينج جروب بوليسي. نقول له بقى لو سمحت انا عايزك تظهر لي الشير ده للناس دي. تمام كده؟ طبعا اسكيبوا الحته دي، الحته دي صح، انا المفروض انا عامل فولدر اسمه انجينيرنج، مخلي اداره الانجينيرنج هي اللي تشوف بس، يعني الشير بتاع الانجينيرنج هو اللي اتشاف من اداره الانجينيرنج، فما تعملوش اللي انا هعمله دي، بس كانت حته غلط مني انا عديتها، ف يعني اعتبروا كانكم ما شفتوش الخطوه دي، تمام. انا حتى هعديها دلوقتي، هرجع تاني هعملها تاني. هنرجع تاني نحط الانجينيرنج، وهي الفكره في كده يا جماعه، ان انا في الشير ده بقول له فولدرات معينه، تمام، يخش عليها ناس معينه، وكنا قلناها الفيديو اللي فات، احنا دي عباره عن شورت كات، يعني ده عباره عن شورت كات اختصار يوديه في حته ثانيه. اعتبروا يا جماعه دي في اس نيمينج سبيس ده شورت كات اختصار، تمام، عشان كده لما الفايل سيرفر يقع مفيش مشكله، لان انا كده كده اساسا مش 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 مدي للناس مش مدي للناس الشير بتاع الفايل سيرفر، انا مدي له الدومين نيم سبيس شير اللي هو الديبارتمنت شيرز الفولدر ده، فعشان كده مش هيقع. وانا من جوه ده بقى، من جوه الشير ده اللي هو بتاع الدومين نيم سبيس او دي اف اس نيمنج سبيس، اقدر اوجهه اقول له بدل ما تشاور على فايل سيرفر رقم واحد شاور على فايل سيرفر رقم اثنين، بس باختصار، اختصارا للوقت. وعلى فكره ممكن تتعملها على اكتر من فايل سيرفر، ممكن تعملها على خمسه سته، فده يديك برضو ايه حريه اكتر وما يوقعش الدنيا. تخيل ان انت في لحظه لو السيرفر وقع انت بس بتقول له شاور لي على واحد تاني بس خلاص. فدلوقتي احنا بس هنعمل موضوع الجروب بوليسي ده، هندلت كل دول، طبعا انا كنت عملتها قبل كده بس بكررها يعني. فكده يا جماعه احنا عملنا ايه، حته الدي اف اس خلص مفروض، والكلاسيفيكيشن خلص، بس لسه فاضل خطوه كمان، ان احنا نعمل الفايل سيرفر رقم 2 وندخله في الدي اف اس سيستم عشان يبقى عندي سيرفرين شغالين مع بعض. هنشوف الموضوع ده بس لما نوصل له. هنيجي دلوقتي، هو بيقول لي اللوكيشن فين الشير اللي انت عايز تظهره للناس، اهو اسمه ستار تريك دوت لوكال ديبس، ونلاحظ ان هو متشاير على اسم الدومين وبعدين اسم الفولدر متشاير، مش اسم الفايل سيرفر اللي عليه الشير وبعدين الشير، لا، هنقول له تارجتنج وبعدين نقول له لو سمحت عايزها تظهر للجروب اللي اسمها دي اف اس شير. تمام، وزي ما قلنا انه لما الديبارتمنت شير ده هيظهر للناس، احنا قلنا الديبارتمنت شير ده هيشاور على كل الفولدرات اللي على الفايل سيرفر بتاعه الفروع الرئيسيه وبتاعه الفرع العادي،
طيب منين اضمن ان كل واحد يشوف حاجته هو؟ عن طريق حاجه اسمها اكسس بيز انيوميريشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو حطيت على فولدر معين قلت له مثلا اداره الانجنييرنج، جروب بتاع اداره الانجنييرنج هي اللي تشوف الفولدر بتاع اداره الانجنييرنج، يبقى الراجل بتاع الانجنييرنج هيشوف الفولدر بتاعه بس وهيتخفي بقيه الحاجات التانية. دي حاجه اسمها اكسس بيز انيوميريشن، ودي احنا عملناها في الفيديو اللي فات، وهنعلم حاجه اسمها ران لوكد ان سكيورتي. المهم يعني مش موضوعنا قوي، بس هننفذ بقى الكلام ده على فكره، هنشوفه برضو لما نعمل مكنه عاديه ونجونها الدومين ونشوف هل فعلا الشير ده هيظهر وهيظهر شكله ايه، واليوزر اللي هو في الاداره مثلا بتاعه الاي تي هيشوف ايه جوه الشير ده؟ هل هيشوف كل حاجه بتاعه كل الناس ولا هيشوف حاجته هو بس؟ هنعمل فولدر جديد زي بوابه او شورت كات يخليه يشاور على الشير بتاع الاي تي. هنروح دلوقتي مثلا اهو، هروح على الفايل سيرفر بتاعي، هروح على الداتا كيوب اهو، واقول له لو سمحت خليه يشاور على فولدر اسمه اول شيبس، يشاور على فولدر الاي تي. تمام كده؟ فانا بقول له جوه دي اف اس اعمل لي شورت كات للفولدر ده. تمام كده؟ بس قبل كده هخش على الفولدر ده واحط عليه بيرميشن، واقول له لو سمحت يا جماعه بتوع الاي تي هم اللي يقدروا يخشوا على الفولدر ده، ان تي اف اس بيرميشن مش اس ام بي شير بيرميشن. وشرحنا كتير يعني اس ام بي شير بيرميشنز، يعني ايه ان تي اف اس شير بيرميشنز. تمام؟ فاحنا هنا خلاص هدي بتوع الاي تي، جروب اللي اسمها الاي تي، هدي لها موديفاي على الفولدر ده ان تي اف اس بيرميشن، وكمان احط الجروب بتاعه الاي تي بتاعه الفرع الرئيسي اديها فول كنترول. تمام؟ واحنا قلنا احنا فصلنا جروب الاي تي بتاع الفرع الرئيسي عن الاي تي بتوع بقيه الفروع، دول في جروب ودول في جروب، عشان ما اديش صلاحيات الاي تي بتوع الفرع الرئيسي اديهم صلاحيات يبقوا زيهم زي بتوع الفروع. لا، بتوع الاي تي بتوع الفرع الرئيسي اقوى، وهم اللي بيدوروا الناس اللي الاي تي في الفروع. فهنعمل فولدر جديد، اعتبر نيو فولدر دي يعني نيو شورت كات او اختصار. وهنا بيقول لي طب هتشاور على ايه؟ الفولدر ده هيشاور على مين؟ لو تلاحظوا بيقول لك فولدر اسمه اي تي اللي جوه دي اف اس ده هيشاور على ايه؟ هيشاور على اول شيبس اي تي اللي انا لسه من شويه داخل عليه. شورت كات، كانه بيشاور على شورت كات. ميزه حلوه جدا ان انت هنا اهو يعني الدنيا بالنسبه لك بعيده. وهقول له بقى لو سمحت فولدر الاي تي ده يخش عليه جروب الاي تي، ومسافه ما حطيت ان جروب الاي تي يخش على الفولدر ده يبقى بتاع الاي تي هيشوف الفولدر بتاعه بس ومش هيشوف فولدر الانجنييرنج، رغم ان الاثنين في نفس المكان. خدوا بالكم ماشي، دي بسبب حاجه اسمها اكسس بيز انيوميريشن. المهم هحط الجلوبال اي تي وهنحط ايه الجلوبال اي تي، وهحط كمان اللي هو الجروب بتاع الاي تي بقيه الفروع والجروب بتاع الاي تي بتاع الفرع الرئيسي. فكره انه اللي مالوش صلاحيات على فولدر معين يبقى ما يعرفش يدخل عليه وما يشوفوش اصلا، يتخفي. يعني انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن مثلا يبقى عندك في الفايل سيرفر في العادي عندك مثلا فولدرات كتير، تمام، وكل فولدر انت مدي جروب في الاكتف دايركتوري اكسس عليه او ان هو يخش عليه. ممكن انا من اداره ثانيه اخش اشوف فولدرات الناس الثانيه بس اجي اكليك عليهم ما يدخلنيش. لا بقى، احنا كمان هنلغي دي كمان، انت هتشوف حاجتك انت بس. تمام كده؟ هي دي الميزه بتاعه الاكسس بيز انيوميريشن. وبالنسبه ممكن تتعمل مش عن طريق دي اف اس، ممكن تعملها في الفايل سيرفر العادي او السيت اب العادي من غير الدي اف اس. دي برضو ليها طريقه ودي مفيده جدا عشان الناس ما تشوفش حاجه الناس الثانيه. تمام؟ ممكن يقول له انت مالكش طبعا، بس يعني طب وليه ادي له الفرصه؟ وليه ادي له الفرصه؟ انا اخفيه خالص. تمام؟ فكده المفروض انه الرول خلصت، او المفروض ان المابينج خلص. المفروض بقى ان احنا نشوف بقى نتست الموضوع ده، فان شاء الله يمكن على مش الفيديو اللي جاي، الفيديو اللي بعده هنشوف حتة ازاي ان احنا نتست المابينج. بس انا بتأكد تاني على جروب بولسي، فان شاء الله الفيديو اللي جاي او اللي بعد اللي جاي هنشوف موضوع مكان عادية هتخش الدومين ونشوف ازاي هيظهر لها الشير ده. انما الفيديو اللي جاي هنعمل حاجة اسمها ماستر ايمج، ازاي ان انا عندي مكنة عليها ويندوز 10 تمام كده، عايز احط عليها برامج وحاجات ومش عارف ايه، وبعدين اخد منها نسخة اي مكنة تانية اعملها تبقى فيها البرامج والحاجات دي كلها. يعني بدل ما اضطر انزل نسخة ويندوز وبعدين انزل برامج لكل بقى مكنة، لازم انزل ويندوز وبعدين برامج وبعدين ويندوز وبعدين برامج وبعدين برامج، لا انا هعمل مكنة واحدة عليها الويندوز ببرامجها واخد منها نسخة
تمام، وبعدين لما اجي اعمل مكنه جديده اقول لها نفذي النسخه دي بحيث ان افتح الويندوز الاقي كل حاجه تمام. اسمها ماستر ايمج، تمام. فمفروض اعتقد ان كده الفيديو خلص، تمام. المفروض ان الفيديو خلص كده يا جماعه، فان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. وطبعا لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو، ولو في اي كومنتات عايزين اشرح حاجه في المستقبل عايزينها، عايزين مثلا احسن حاجه معينه، اطور حاجه معينه، يا ريت رايكم مفيد جدا عشان اقدر اكمل. يا ريت تنصحوني او تقولوا لي اذا كان في حاجه معينه انتوا عايزينها. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.